وهذا نذير مع السياسات الصفاقسي نفذت فرصة كبيرة شباك من سجل هو ثابتة منفذة بأحكام بحثت عن من يودعها الشباك هذه شبيبة القبائل هي البداية فرصة خطيرة موقي هو من سجل لبارادو استغلها على النحو الامثل الاستقبال كان رائع التسديدة كانت اروع نادي شبيبة القبائل الكناري يحلق ثانية في معقله المفضل ويؤكد من جديد ان ما حصل في الجولات الماضية وجب ان يذهب والكناري يستعد للعودة من جديد